الاحتفالات الرسمية التي حضرها الأمين العام لوزارة المجاهدين العيدر بيغا ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي والسلطات المدنية والعسكرية لولاية تلمسان تميزت برفع العلم الوطني وقراءة فاتحة الكتاب ووضع إكليل من الزهور بالنصب التذكاري المخلد لأرواح الشهداء الطاهرة. وبالمناسبة تمت إعادة دفن رفات عدد من شهداء ثورة نوفمبر المباركة وغرس شجيرات في رمزية لتسليم الجيل الصاعد مشعل البناء والتشييد.